فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية، عمت أرجاء المملكة العديد من الاحتفالات الشعبية من قبل المرشحين الفائزين ومناصريهم بشكل حضاري، عكس معالم الصورة المشرقة لحقيقة الترابط المجتمعي في البحرين. مظاهر البهجة العفوية التي شهدتها البحرين والتي رسمها أنصار المرشحين الفائزين عبرت عن حالة الرضا الكبيرة من قبل المتنافسين عن العملية الانتخابية وثقتهم بمخرجاتها. لا خاسر فيها، البحرين هي المبتغى من المفازة. اختفت الأنانية حتى وإن احتفت تلك الجموع بفوز مرشحها على حساب آخر، فالفوز وما يفرض المنطق أن يقابل معناه الإخفاق بمقعد نيابي كان أم بلدي لا يمكن مقارنته إن كانت البحرين هي الهدف الأسمى من وراء منافسة شعبية وقف الجميع منها على مسافة انتماء واحدة. مباهج عرس ديمقراطي اتضحت ملامحها فور الإعلان عن النتائج النهائية للانتخابات النيابية والبلدية، وما أسفرت عن فوز مرشحين قطفوا نتاج ما سعوا إليه، لتبدأ الاحتفالات الشعبية من قبل مناصري المرشحين الذين وقع عليهم الاختيار. صورة مشرقة تعكس رقي الروح الانتخابية التي تحل بها الناخبون بين بعضهم على اختلاف مؤازرتهم لمترشحيهم، وما بان من نماذج زاهية لمترشحين قاموا بأنفسهم بعدما أخفقوا بسباق المنافسة بتقديم التهنئة وديا إلى من حظي بنسبة تصويت أكبر داخل الدائرة ذاتها، الأمر الذي يدلل على حقيقة الترابط الاجتماعي الذي يتميز به النسيج المجتمعي البحريني. إن البهجة العفوية التي شهدتها شوارع البحرين قاطبة، والتي رسمها أنصار المرشحين الفائزين، ما هي إلا حالة رضا كبير من قبل كل من دخل المنافسة، التي بقيت محتدمة حتى اللحظات الأخيرة قبل إغلاق الصناديق وإقرارهم بنزاهة العملية الانتخابية، ليمنحوا القائمين عليها كامل ثقتهم من حيث سلاستها وتنظيمها، لتخرج بإطلالة زاهية ترى بين ثناياها تفاصيل دولة مدنية حديثة تعظم الدور الذي تلعبه السلطة التشريعية في مسيرة التنمية الشاملة إلى جانب باقي السلطات.